خدم ومطلع ومخلي وناس زمان وفين اللي كان وادك الكلام وانا خواف اللسان يكتنا غادي في طريقي هادي واقع من بالي ونغني دنداني داني وادن دنداني داني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمك كريم. أيوب يحيى ابن من منطقة زيدا إقليم ميدلت. كيفاش تبديتي المسألة ديالك في النيات أيوب؟ عشان نقولك جات صدفة صراحة. مهم كنت واحد النهار في واحد الأمسية وكانوا أعطوني الميكرو قالوا لي هاك جرب أمشي كنت هاد الأمسية إلا ما خفتش نكذب يقدر في أزرو. كانت واحد الأمسية وعيطوا لي الدراري وكذا مهم وكنت كندير لابونس في الأول فهمتي كندير بوبينغ. وقالوا لي هاك سي جرب شوف تقدر تصدق وصراحه فاش غنيت لهم فهمتي عجبهم البلان وقال لي خاصك دير شي حاجه هادشي راه زوين راه كذا وكانت عندي حتى الموهبه ديال الكتابه من زعما من الاول كنت كنكتب كاع للدراري تمايا كذا كنكتب لهم ونعطيهم اغاني المهم جمعت شي ماشي انتم كتشوفوا فين اصلا كيفاش كانت التجربه الفنيه اش نقول لك المهم زوين صراحه ان تكون فهمتي ماشي انت شي فنان فنان ولكن بديك الطريقه ديال فاش كيهضر معاك بنادم كيفاش فهمتي كيفاش كيهضر معاك كيفاش كيبين بلي راك كتعجبو فهمتي كيعجبو داكشي اللي كدير كتبغي تستمر صاحبي كتبغي تعطي ما عندك والله الا كنكون نازل بحال هكا كنقول شوف ما كاينش لقانا ما كاينش كذا ويجي يوقفك واحد ويقول لك ايوب شوف داكشي اللي درتي والله الا عجبنا وناضي وكذا فهمتي كتبغي دير له ديسك في ديك البلاصه في ديك البلاصه تعاود تكتب له اغنيه تعطيه هكا هو تصنط ايوب كيفاش كيتعاملوا معك الناس في الشارع لا عمر هضر احسن تعاون احنا في واحد البلاد واخا صغيره واخا ما كاين ما يدار فيها واخا كذا ولكن احسن الناس احسن فهمتي هما الناس ديال زايده يتعاملوا معك زوين حتى جيتي يقوم معك تحتي ينوضوك مهم ديما في ظهرك ماشي شي وحدين زعما اللي كتقول حقودين ما عاملينك ولا كذا لا بالعكس درتي شي حاجه بانت لهم بلي راك باغي دير شي حاجه غادي يعاونوك باش المهم ضرب أيوة. دفع اصغر فنان في المنطقه شنو هي الرساله ديالك للشباب تقاتلوا على الحلم ديالكم وما توقفوش فهمتي سواء قرايه سواء واش عمرو اي وقت وقفت كنوقف اصلا كنمشي تقريبا فهمتي كدير ديسك ولا اغنيه كتلقى مثلا باللي داك الشيء فهمتي حيت انايا تقريبا قبل ما نحط الاغنيه كتكون عندي اكثر من شهر شهرين فهمتي كتكون عندي انايا كنتصنت لها وكنعاود وكنعاود انت عارف فاش كتصنت الحاجه وكتعاود لها كتطلع لك في الراس كنقول واه غير كان خربق فهمتي كتبغي تحيد داك الشيء ديالك ولكن المهم من بعد عاوتاني كتكمل كيف عندو شي انتقادات اش اي واحد اي حاجه ماشي ضروري الفن ولا في اي حاجه ضروري غتلقى منتقدين وتلقى اللي غادي يسيبورتيوك حتى شنو العائله ديالك ايوب يدعموك رقم واحد في الدعم ديالي هما هذوك بالخصوص الوالده بالخصوص الوالد ماشي فاش كيسمعوا درت شي حاجه ولا كذا ماشي ديك النظره ديال الحب كتبان يعني يعني ايوب تقاتل ما عليكش كدير الاغاني ديالك بالطمع ولا بغيتي انت بغيتي تكسب الحب ديال الناس والله العظيم الا كنديرهم الاغاني في كل مره كنغني شي دويس كل كنحطو ماشي بديك الطريقه ديال عارف راسي ما غنربحش فهمتي راه كنحط تقريبا المجهود ديال واحد فنان الا جيتي تعبر الطريقه باش كنغني مع الطريقه باش كيغني واحد عنده ماتيريال عنده كذا ما كتلقاش شي فرق قدو قداش ولكن كتخاد فهمتي كدير شي حاجه علاش حيت بغيتي ديك الحاجه بغيتي الناس فاش يتصنتوا يجي عندك يقول لك برافو عليك واخا راه ما غنستافد من حتى حاجه يعني راه ما كاينش طمع تما ما كنطمعش اصلا الاغاني ديالي تقريبا راه كنديرهم كنمزك الدراري يعني غير بيناتنا وكذا فهمتي الدراري ديال المنطقه كذا يتصنت يقول هاد الدري راه كيدير شي حاجه شكون اللي كيعاون ايوب كاين جوج ديال فهمتي ديال الطريقه باش غادي يعاون كاين جوج حالات الحاله الماديه حتى واحد ما كاينش اللي كيعاونني ماديا ولا نمشي كلشي من جيبي كلشي من كنطلع حتى الاستوديو نسجل نقاد الاخر نرجع فهمتي ولا من الطريقه ديال الاخر ديال
يعني حياتي الشخصيه كاين خويا كاين الوالد كاين الوالده كاين الدراري صحابي كاين كلشي كلشي تقريبا. اي واحد كنقول له بغيت شي حاجه عاوني في هذه دير معايا هذه فهمتي ما كيقوليش لا. طيب كيلقى شي صعوبات فاش كيمشي يسجل؟ بزاف بزاف. راه غير ترونسبور اصاحبي راه غير ترونسبور. تخيل انايا مثلا لو بغيت نسافر منوع عليا نسافر في الكار نمشي حيت ما غاديش نقدر نطلع للفوق. طاكسي اوبليجي يعني سيف عليك خاصك تسافر في طاكسي وكنمشيو في طاكسي ونمشيو نسجلو ونجيو المهم كتقاتل هذه. تبارك الله خويا ايوب. شكرا تحياتي. شكرا ايوب. اخر كلمه للناس اللي كيتفرجوا فيك والناس اللي كيتبعوك والناس اللي بغيتيهم يزيدوا يتابعوك. المهم الدراري بغيت نقول لكم شكرا بزاف على كاع الدعم كاع السيبورت كاع الحوايج اللي فهمتي ميساجات هضره اي حاجه اي حاجه شكرا بزاف والله. حيت شي حاجه كتفرح وشي حاجه فهمتي كتخليك تبغي داكشي اللي كدير واخا كيبان باللي راه فهمتي ماشي شي حاجه كبيره ولكن مهم كدير شي حاجه اللي كتعجب الناس وغير نزيد فيها فهمتي غادي نزيد نتقاتل وان شاء الله غادي يكونوا فلوغات من هنا لقدام غادي يكونوا حتى اغاني اللي بصح زوينين بزاف حيت فهمتي هادشي راه بنادم كيمشي وكيزيد كيتطور وحاليا راه كنتقاتلوا باش نديروا واحد الروميكس مع واحد الدري في تركيا راه غادي يكون ان شاء الله شي حاجه اللي زوينه بزاف وشي حاجه اللي غتفرح الدراري ديال البلاد. وكنقول لكم اللي عنده شي حلم يكمل في الطريق وما يوقفش فهمتي يشوف القدام ما تسمعش كلام الناس. حقاش حتى انا في الاول فاش عاد بديت كنت كنسمع واش هاد الحموضه واش كدير فهمتي ما شفتش لكم في لاشين ديالي ايوب يحيى سواء في يوتيوب فيسبوك انستغرام المهم كلشي ايوب يحيى. صراحه المهم بغيت نقول لكم كنتمنى يعجبكم هادشي اللي كندير وكنتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالهم وكنتمنى حتى بنادم فهمتي اللي كيشوف صفحه ايوب يحيى دخل ليها بارطاجي دير ابوني ما خسر والو فهمتي ممكن ندير شي حاجه اللي تعجبك ممكن ندير حاجه ما تعجبكش وتعطيني عاود رايك ونعاود نصحوها وهي غاديه فهمتي. بنادم كيتقاتل وكلشي بالدعم ديال بنادم فهمتي كلشي بالدعم ديال الدري جالس فوق الكروسه وغيتقاتل وغادي يوصل. شكرا صوت العداله على هذا اللقاء الصحفي الزوين مع الاخ عزيز احسن انسان صحفي في زيدا وشكرا.